طب انا عندي سؤال يا دكتور، هل في حالات معينه ما ينفعهاش الليزر وينفعها الجراحه العاديه؟ العكس صحيح. يعني ايه؟ يعني الحالات اللي هي الناسور المتشعب اللي هو اعلى من عضله الشرج، الليزر ينفعها يعني بكتير جدا عن الجراحه التقليديه. يعني الليزر أنا بنصح ينفع كل الناس؟ ينفع لكل. يعني انا دايما بنصح الناس في البواسير وفي الشرخ وفي الناسور العصعصي، يعني اذا كنت انت مثلا ايه مش فارقه كتير او معاك فتره النقاه مش فارقه معاك الالم الكلام ده كله، ممكن تعمل ده او ده. ولكن في حالات معينه اللي هي الناسور الشرجي المتشعب الاعلى من عضله الشرج، لا ما تعملش غير الليزر، ما تعملش الجراحه. يعني ده بمنتهى الوضوح تماما. يعني انا بشتغل ده وبشتغل ده. انا بقول لك اهو كاحمد، لو انت عندك ناسور شرجي اعلى من عضله الشرج تمام، بلاش جراحه خالص، لا اعمل ليزر. وكلامك موثوق فيه يا دكتور. ربنا خلاص طالما قلت له يعمل ليزر. مش الفكره، لا هو ممكن بص يعني برضو احمد مش اله الطب تمام، وانا مش احسن واحد في الدنيا، هو ده وجهه نظري انا كاحمد. لو انت هتتعالج معايا هتضطر تسمع وجهه نظري انا، ويعني تثق في كلامي. لو قررت انت تتابع مع حد من الزملاء اهلا وسهلا، وهو برضو يعني لازم يكون الزميل برضو هو برضو واثق من كلامه ويقدم لك الخدمه اللي هو شايفها مناسبه ليك. دكتور تمام. احمد بشكرك جدا على وجودك معايا في يشتح. للاسف وقت فقرتنا خلصت، لكن ان شاء الله هيكون لنا فقرات مختلفه مع بعض ونتكلم فيها عن مواضيع مختلفه. شكرا جزيلا لوجودك. كان معانا دكتور احمد ابراهيم استشاري الجراحه العامه وجراحات الشرج. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، بحفظ الله.